الثقافة والتجارة، حدود الأسواق الحرة. لقاء الأسبوع مع مونيكا جروترز، رئيسة لجنة الثقافة في البرلمان الألماني. يتفق الجميع في أوروبا وأمريكا الشمالية على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي مشترك، ولذا تجري حاليا محادثات لإنجاز اتفاقية كبيرة للتجارة الحرة بين أمريكا وأوروبا. لكن الأوروبيين يخشون أن تكون الثقافة ضحية التجارة العالمية ويطالبون باستثنائها. سيدة غوترز، لماذا هذا الاستثناء؟ لأنه علينا الدفاع عن الطابع المزدوج للثقافة، الخدمات الثقافية وكذلك السلع الثقافية باعتبارها من جهة سلعة تجارية حقيقية، وأيضا باعتبارها الحامل للقيم الثقافية الرئيسية، ويجب عدم التضحية بها من أجل مصالح السوق وتحرير السوق. ألمانيا وفرنسا هما المحرك وراء هذا الأمر. هل تشعرين أن البلدان يتعاونان بشكل وثيق، أم أن كل بلد يعمل على حماية مصالحه الذاتية فقط؟ فيما يخص الثقافة، تتعاون البلدان فيما بينها، لأن الثقافة لا تشكل أكثر من 2% من حجم تجارة أوروبا مع أمريكا، وهنا يصبح كل بلد هامشياً فيما يخص الاستثناء الثقافي. لكن قوى دافعة في موضوع استثناء الثقافة من اتفاقية التجارة الحرة هما في الحقيقة ألمانيا وفرنسا. دعم الثقافة ومفهوم الثقافة في ألمانيا حاضر بقوة كبيرة وبشكل يفوق ما هو قائم في البلدان الأوروبية الأخرى وحتى فرنسا. يجب أن نأخذ في الاعتبار أن ألمانيا هي البلد الأغنى بالمسارح، وأن عدد زوار المتاحف أكبر بعشر مرات من عدد مشاهدي مباريات الدوري الألماني، وفيها يصدر 80,000 كتاب جديد سنويا، وأن كل ثاني أوركسترا عالمية تعزف في ألمانيا. لذا لدينا ما هو أكثر من تفاهات مالية لندافع عنها، ونحن هنا نتحدث عن الثقافة ككل وليس فقط عن فروع اقتصادية مثل دعم وتسويق الأفلام. الأمريكيون والحكومة البريطانية ينظرون إلى الثقافة باعتبارها منتجاً اقتصادياً قادراً على المنافسة، ويقولون إن الأوروبيين يشوهون المنافسة عندما يطالبون بهذا الاستثناء الثقافي. أليسوا محقين في هذا الأمر؟ القائمون على الثقافة يدركون مزايا اتفاقية التجارة الحرة ويدافعون عنها أيضا، ولكن الأمر يتعلق بنسبة 2% فقط من القيم التي لا تستطيع وحدها المنافسة في السوق، لأنها أشكال تعبيرية ضخمة. الثقافة هي التصحيح النقدي للمجتمع. الثقافة في ألمانيا مختلفة كليا، وهي ليست إيجابية فعلا، لذا تدعم الدولة الثقافة لتكون مرآة أمامنا ولكي تكون نقدية. نحن ندافع بشكل رئيسي عن التنوع الثقافي وروح الثقافة التي تطبع المجتمع الألماني، ولكن هذا لا يعني أننا لا نريد تقديم هذا الاقتصاد القائم على الإبداع على نحو أفضل في اتفاقية التجارة الحرة من خلال إزالة الحواجز الجمركية. وهنا يجب أن نميز بين الاقتصاد الإبداعي وبين روح الثقافة كعنصر شديد الحضور في ألمانيا باعتبارها دولة ثقافية. الثقافة دون دعم حكومي غير ممكنة. ولنأخذ مثلا المسارح الألمانية التي يصل عددها إلى 160، كل مقعد فيها يحظى بدعم يصل إلى 150 يورو. ماذا سيحصل إذا غاب هذا الدعم؟ ألمانيا تعيش من الغنى الذي تركته لنا الإمارات القديمة التي كانت قائمة عندما كانت ألمانيا مجزأة، لكننا نحاول في ذات الوقت تفعيل العنصر الريادي، لذا هناك التمويل الحكومي. نحن نعتقد أيضا أننا من الرواد في مجال الثقافة من خلال تشجيعنا للفنانين والمثقفين ليكونوا طليعين. تعلمنا من تاريخ ديكتاتوريتين أنه يتوجب علينا مواجهة الأفكار الشمولية في جميع نواحيها وعلى الفور، وأفضل سبيل لتحقيق ذلك هو بتشجيع أصحاب الفكر الحر من خلال أدوات تقليدية مثل الخزينة الاجتماعية للفنانين وقواعد ضريبة القيمة المضافة وحقوق التأليف، بحيث يشعرون بأنهم غير مقيدين. هذا التشجيع على التفكير الحر يضمن لنا مجتمعا متنوعا لا يمكن أن تستميله الأفكار الدكتاتورية أو الشمولية. هذا هو ما ندافع عنه. في ثقافتنا المدعومة حكوميا هناك أجزاء كبيرة من ثقافة التفكير المخصصة لمعالجة تاريخنا. هذا كله سيتم تجاهله في حال لم نحاول حماية دعمنا للثقافة من الاتجاهات الليبرالية.
auch ein Stück weit zu schützen vor solchen Liberalisierungstrends. في صلب التفكير الحر نجد المشهد الأدبي والإنتاج الأدبي في ألمانيا، والذي يحظى بدعم وحماية من خلال تحديد سعر الكتب. هل ترين أن هذا التحديد مهدد بالخطر؟ أجل، هناك خطر يهدد تحديد سعر الكتب. هذا يسري على السوق الداخلية وعلى أوروبا وكل العالم، وهذه نقطة تفاوض ضمن اتفاقية التجارة الحرة. التنوع الكبير في الإنتاج الأدبي الراقي لكثير من دور النشر ورسوخه كما في ألمانيا هو بسبب الدعم القادم من قبل كتب رائجة. وحتى لو كانت هذه مجرد تجارة في النهاية، فمن الواضح أن الكثير من دور النشر الصغيرة الملتزمة بالأعمال عالية الجودة ستتراجع لأنها لن تكون قادرة على تأمين هذا الدعم. وإذا قامت شركة أمازون على الإنترنت بتخطي جميع الحواجز ولم تعد تلتزم بتحديد أسعار الكتب، قد يعني هذا نهاية المشهد الأدبي الراقي والمتنوع في ألمانيا. لا يوجد بلد فيه 80,000 كتاب جديد سنوياً، وهذا التميز سيصبح في خطر. من يتحدث عن المشهد الصحفي عليه أن يتحدث عن حقوق الملكية الفكرية أيضاً، لكن هذا تأثر سلباً بواسطة العالم الرقمي لوسائل الإعلام التي تعرضت لانتهاك حقوق الملكية الفكرية. ما الذي يمكن أن يقدمه الاستثناء الثقافي هنا؟ نحن ندافع عن حقوق الملكية في ألمانيا بقوة، ونحن نعرف أنه يجب توفير الشروط الملائمة للمبدعين كي يكسبوا رزقهم، وهذا يعني أن علينا التوفيق بين أمرين هما إتاحة الإبداعات للجمهور مع المحافظة على حقوق المبدعين. الحصول على الأعمال الإبداعية مجاناً من خلال توفيرها في الإنترنت كما يقوم محرك البحث جوجل أو حتى في مواقع تخفض أسعارها مثل أمازون يشكل خطراً محدقاً بفنانينا، ولذلك نحن ندافع عن حقوق الملكية الفكرية للفنانين والمبدعين والمفكرين وكذلك العلماء، وعلينا بذل المزيد من الجهود، وهناك خلافات بين الأحزاب بالتعامل مع الموضوع في ألمانيا. يقول منتقد الاستثناءات الثقافية إنها تعني توفير الفرصة لثقافات لا تفهمها إلا النخبة. ألا يجب أن تنافس الثقافة قطاعات أخرى غير ثقافية؟ هذا ما نقوم به عندما نقر الموازنة السنوية، ويجب علي القول إن اللجان الثقافية المعتمدة ما زالت خاضعة لسياسات الولايات رغم ارتباطها أيضا بلجنة البرلمان الألماني، وما نقوم به هو إتاحة النتاجات الإبداعية الممولة بأموال الضرائب للمواطنين وكذلك الالتفات لآرائهم فيما إذا كانت أساليبنا في الدعم عادلة. نحن ندعم حاليا كل المسارح 800 في ألمانيا بنسبة تصل لأكثر من 84%، وهذا دعم جماهيري وليس للنخبة فقط، كما أننا نستثمر الأموال في التربية الثقافية العامة. لدينا عدد من زائري المتاحف يبلغ 10 أضعاف جمهور كرة القدم، وهذا يمنحنا الشرعية لإنفاق نسبة 1.67% من أموال الضرائب في الثقافة، وهذه النسبة الضئيلة لا تتناسب في نهاية الأمر مع سمعتنا العالمية كبلد محب للثقافة. مفهوم الأمة المحبة للثقافة يعود إلى القرن 19، وظهر عندما كان يعد التضاد بين الثقافة واللغة عائقاً أمام مفهوم البلد الواحد. لا زال هذا التعريف مقبولاً في زمننا هذا الذي يمتاز بالعولمة والعالم الرقمي لوسائل الإعلام. هل نحن أمة محبة للثقافة؟ سافرت إلى بلدان عديدة حول العالم بحكم مسؤوليتي في دائرة سياسة الثقافة الخارجية، وأعرف أن الكثيرين حول العالم يحسدوننا على ثقافتنا المتميزة والمتنوعة، ولكن أيضا بسبب الثقافات المنتمية للفنون الجميلة أيضا. سمعة صنع في ألمانيا تعني أننا شريك تجاري مرغوب فيه وبضاعته تستحق الثقة، لكن هناك جانب آخر للموضوع هو سمعتنا كأمة ثقافية، ويرى العالم كيفية تعاملنا بشفافية ونزاهة وصرامة أخلاقية مع ماضينا، ولكن الآخرين يعرفون أن ألمانيا أصبحت بلداً للحرية العامة وحرية الرأي وحرية الفنون والأديان وحرية التجمع، وهي أشياء ندافع عنها بقوة ربما أكثر من البلدان الأخرى، وهو ما جعلنا نموذجاً يحتذى به للديمقراطية.
ومن خلال ذلك يمكنني القول أن ذلك يعني أننا أمة ثقافية. هذا لا يعني عدد المسارح الموجودة لدينا فقط، ولكن عددها هو تعبير عن الحرية التي نعيشها، وهذا ما يجب أن ندافع عنه من خلال دعم استقلالية مثقفين ومبدعين عن الممولين. لا يجب عليهم الرضوخ لما يريده الآخرون منهم، بل امتلاك إرادة خاصة بهم تتيح لهم عرض إبداعاتهم لنا عما يجري في مجتمعنا لدفعنا للتفكير به. وعندما نقوم بكل هذه الأشياء فأننا نتفوق على أنفسنا ونتجاوز الإرث الثقيل للحقبة النازية لنحظى باحترام العالم مرة أخرى. هذا هو فهمي لمفهوم الأمة المحبة للثقافة. لننظر إلى المستقبل. الاستثناء الثقافي خرج مؤقتا من مفاوضات منطقة التجارة الحرة. هل يعني هذا أن هناك سيفا مسلطا على رقبة الثقافة؟ نعم، هذا صحيح. نعيش الآن في مرحلة مفاوضات ينازعنا الكثيرون من ممثلي القطاعات الاقتصادية بالقول إننا لا نستطيع وضع استثناءات دون مناقشات مستفيضة، ونرد عليهم قائلين إذا لم نقم بذلك مباشرة فستصبح الأمور لاحقا أصعب، كما أن كل ما نطالب به يشكل نسبة 2% من حجم التجارة، ولكننا معنيين بهوية مجتمعنا ولذلك يجب أن نحصل على هذا الحق. لا أعتقد أن الأمر يتعلق بمناورات تكتيكية، بل أن لدينا 14 وزيرا للثقافة كتبوا هذه الرسالة التي تتضمن اهتماما باستثناء الثقافة، وسنستمر بالدفاع عن موقفنا في جولات المفاوضات المقبلة. وأشعر بالامتنان للموقف الفرنسي الذي يدعم بقوة الاستثناء الثقافي والذي جاء نتيجة للتوافق مع وزير الاقتصاد لديهم. أما في ألمانيا فما زال الصراع بين الاقتصاد والثقافة موجودا. أنا واثقة من أن القيم الثقافية العامة ستكون غالبة على الشؤون الاقتصادية. سيدة غوترس، شكرا لكم.